لدينا خبر عاجل الآن، مفاده أن مسلحين يقتحمون محطة تلفزيونية خلال البث المباشر في الإكوادور ويأخذون طاقمها كرهائن. ووصلتنا هذه الصور المباشرة، نشاهد إذن شبانا يعني أعمارهم ليست كبيرة، هم كما نشاهد يأخذون عمال المحطة كرهائن. هي محطة شبه رسمية، محطة تلفزيونية، نشاهد كيف أنهم يعني هناك مناقشات بين يعني من هم من طاقم المحطة والملثمين من هؤلاء الشبان. طبعا حتى الآن لا معلومات حول لأي جهة يتبعون، إلا أن المحطة التلفزيونية الآن هي تحت تحكمهم، وهو نشاهد سلاح بين أيديهم إذن.